استاذ سلمان القريني مدير عام كره القدم في نادي النصر. استاذ سلمان, وصلكم خطاب عن اللاعب حسين عبد الغني وذكروا ان يعني استفسروا فيه, ماذا تم بهذا الموضوع وما الجديد؟ انا استغرب يعني الخطاب ما جاء بخصوص حسين بالذات, لا جاي عن مباراة بخصوص لاعبين اللي شاركوا حصل على انذارات في المباراة اللي هم فيكتور والكابتن خالد الزيلعي وحسين عبد الغني. ما يتعلق بامر حسين, يعني ذكروا انه يعني يستمر ايقافه لانه ورد في تقرير الحكم كذا انه استخدم قوه مفرطه اثناء يعني اعطاه الكرت على استخدام قوه مفرطه, وبتنظر لجنه الانضباط في الامر هذا وتطلب استفسار من اللاعب نفسه ليه ارتكب يعني الحاجه هذه القوه المفرطه. طبعا واضحه اللوائح, عملية تفسيرها أحيانا في بعض الأمور تحتاج لأن في لجان متخصصة أحيانا يكون لها تفسير معين أن النص مذكور يعني ما يعني وفي أشياء لا على أساس يستوعب المخالفات الموجودة. يعني أحيانا اللوائح يكون فيها مواد تكون تنص على بعض المخالفات صراحة وتعطي مجال للمخالفات اللي مين مذكورة على أساس تعطي مجال للجان تبت فيها. كان يفترض من الاتحاد السعودي أساس يقطع الجدل هذا أنه يرسل اللاعبين المشاركين الذين شاركوا اللاعبين الأندية اللي شاركوا في البطولة الآسيوية وحصلوا على كذا, اللي حصل على كرت أحمر لا يحق له المشاركة, اللي حصل على كرتين صفر يحق له ولا يحق له كذا, تقطع دابر الأمور هذه كلها. ليش؟ لأنه أصلا حتى في النظام الأساسي للاتحاد السعودي كرة القدم المادة 7 تقول أن يلتزم اللجان تلتزم اللجان والهيئات والمسؤولين في الاتحاد بقوانين لوائح الاتحاد وكذلك قوانين وتعليمات الاتحادين الآسيوي والدولي. إذا أنت تتبع الاتحاد الآسيوي اللي أقدمنا عليه في نادي النصر, لأن أصلا ما في التوضيح الحاجة, وجاء في التعميم وكنا متابعينها في الموسم السابق وقالوا هذه ترى بتطبق اعتبارا من الموسم الحالي اللي هو 2011. لذلك ما دام الامور هذه كلها موجوده ليه ما نصيت عليها وقطعت دابر الامور هذه؟ لذلك ان في نادي النصر من باب يعني على اساس ما الان بالنسبه لنا التزمنا ما علينا اي التزام قانوني في كل الاحوال, لكن فعلا قد نكون ان خسرنا ان ما لعبنا اللاعبين, لكن ان نكون في الجانب المضمون على أساس ما تأثر ما ندخل في جدل ننتظر ونصير خاف يطلع. لذلك شوف الآن وهو الاتحاد السعودي إلى الآن ما بت في الموضوع في الاحتجاج اللي قدم من الفيصلي, فبالك بالنادي ليه أنا حط نفسي تحت الضغط هذا؟ طيب كان هذا حديث الأستاذ سلمان القريني مدير الكرة بنادي النصر, وتحدث أنه فعلا يعني حط نقطة في الأخير أنه إذا اتحاد القدم إلى الآن ما عارف يحل مشكلة المشاركات وما المشاركات, كيف كان ممكن النصر يحل الموضوع هذا في يوم واحد أو في أقل من يوم؟ فبالتالي كان في يعني خلينا نقول قرار احترازي من البداية أنه ما أشرك اللاعبين. سلمان القريني طبعا محمد الشهراني يروح يسأل عن موضوع لازم يأخذ المواضيع الثانية في الطريق. سأل سلمان القريني عن موضوع التدخل في التشكيلة, خلنا نشوف رد الأستاذ سلمان القريني. الجمهور النصراوي يعني كما تعرف يعني شايل خاطر على الفريق, يعني كان نقدر نقولها زي كده. ايش تعود الجمهور النصراوي؟ والله الوعود يعني عملية الوعود أن هذه كرة قدم, أن في نهاية موسم اللي نقدر نقوله أن الفريق مر بظروف صعبة خاصة على المستوى الفني. المباراة السابقة أعطت مؤشر للجماهير أن نادي النصر فعلا فريق منافس الموسم هذا, لكن أحيانا الظروف ما خلت الناس أن عارفين وكل الناس عارفة وش مشاكل النادي, الصعوبات اللي تواجه النادي وعارفين يعني وش حلها, لكن الحلها يحتاج الوقت لأن عملية تسجيل لاعبين والأجانب ولا عارفين الناس هذه. الآن لنا على نهاية موسم. أبو حمد السؤال الأخير, وش رأيك باللي يقول سلمان القريني يتدخل في عمل المدرب في تشكيلة الفريق؟ ما رأيك بالكلام هذا؟ شوف أنا بالنسبة زي الأمور هذه لأن أنا مجرد أني أتكلم فيها معليش أنزل مستوى الناس اللي تتفكر فهمت.
مع احترامي للناس اللي قاعدة تتكلم بالأمور هذا، طبعا هذا كلام عام، كلام جمهور الناس اللي تتكلم به، اللي يعتقدون بعضهم منهم أو كتقييم، وإذا هذا ما يملكون أدوات التقييم مع احترامي لهم، اللي يتكلمون بالصورة هذه. يظل العمل يعني معروفة في يعني في جميع المجالات، كل واحد لها مجاله، ما في شك يصير في مناقشات، عملة التدخل والأشياء هذه في ضوابط معينة للعمل يتفق عليها، لكن اللي يتكلمون بالامور هذه ان هذا الشيء هذا وان اللي يتدخل هذا واللي المفروض انك تشيل هذا ولا هذا، طبعا انا مع احترامي لهم، يعني لو 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 انتظرنا على المستوى هذا بيظل نادي النصر سنوات زياده على السنوات اللي طافت، بيظل سنوات، لذلك لازم نرتقي ونبتعد. اذا انا بنفكر بالمستوى هذا سيظل نادي النصر المربع الأول واللي حرمه من البطولات في الفترات السابقة. لذلك أنا طبعا عدم كلامي أو عدم الرد أنا قلته في مرة سابقة مو على، لكن الكلام اللي يصير بالصورة هذه ما يستحق الرد. أشكر كابتن سلمان أستاذ سلمان وشاكر لك اللي تحت فرصة هذه. الله يعطيكم العافية وشكرا لبرنامج كورة، وتحية للأخ تركي العجمة.